23 من بداية سبعة كلير ذا كان كوب أنا لقيته رائع شكرا للدولة هو حي؟ هو مصاب بس هيعيش أعتقد الرحالة كانوا بيحاولوا يعرفوا معلومات عن المعسكر بتاعك في رجالة وأسلحة قد إيه؟ أتمنى يكون قال لهم معانا الأسلحة اللي محتاجينها وهنحتفظ بيها الحكومة ما تقدرش تتكلم دلوقتي صح؟ لا أعتقد إن ما عندهمش ماني راجع قول له يشتغل كويس سنت جون حاول وصلنا توضع عنه يبينه مكان عالي هل وين الناس بس يلا بينا يوم الجمعة تكملوا تعالوا هنا يا شوية سفلة سبعة كملوا بعض ثمانية ها
سعيدة. خلاص جوايز كتير. كم زر واحد؟ زر واحد. تعرف ما واحد مات الكلب. الموضوع تاعي وين؟ في الكامب. هذا الكامب ماشيين. مسلحين يا خبر. في تاني ولا آخركم؟ ورينا في الناس هنا باش نبدا فاهم. خيرة قليلة جدا. يلا اوف ايه عشان تسهل الموضوع على نفسك. تعالوا هنا يا شوية سفلة. افتكرت لازم احط سخيف سلاحين ملاعين. يلا اخر واحد خلاص السيف سمه التوال سمه. طيب يا صاحبي ده مضحك قوي. لقيت فين الكريوسوت؟ انت بس بتفتح العربيه الغبيه. عندك حق طبعا. طيب انا رايح ورشه النجاره القديمه. اكيد في مستودعات تخزين هناك. هنلاقي كل اللي نحتاجه من الكريوسوت هناك. ورشه النجاره لما روحتها اخر مره كان في مسوخ تجمع كبير قوي. ايوه انا واثق من كده. هو انت لسه عايز تموت؟ قصدي you
ماتوا بقولي خلاص ما في التراك وزان. ايه ده يا ديك؟ شكلي فوتت متعة. ايوه في المرة الجاية انا اللي هسوق العربية وانت تحارب المسوخ. ايوه يا صاحبي. طيب اركن بس هناك. تمام اعمل ده. اركن. تمام كفاية كده. ارجع المعسكر هقابلك هناك. تمام. وكمان يا ابو زمان سوق على مهلك. كنت فاكر ايه؟ اني هفجر نفسي؟ مش كومبليت. You can't do this alone. Thanks to location. اهلا ريكي، ايه الاخبار؟ لسه في شويه شغل هعمله في المقطوره. هكلمك لاسلكي لما تجهز. شكرا. انا جاهز لما تستعدي. ديك انت اكيد هتعمل ده. دول جايين يا ريكي. تقريبا كل حاجة جاهزة. ايوه ريكي، جهزي الديلة عجلة السواقة. هنسوق لحد الباب الامامي والنط ونودعهم. ماشي، بس انت متأكد من ده؟ قصدي ان الطريق طويل قوي على انك تسوق بدرع واحد. غبي بوزر، احنا عارفين ان دي رحلة اللي يروح ما بيرجعش. ايوه، يبقى مش مضطر ارجع. انا عايز ده. أو بس في حاجة واحدة، سواقين الموتوسيكلات بس ممكن يعملوا مخاطرة غبية زي دي. احنا بس. ايوة هنقدر نعمل ده ولا ايه؟ ده صح جدا. شكل ريكي هتيجي في الاخر برضو. ايه الاخبار يا ديك؟ جاكيت حلو، شكله حلو عليك. ريكي عادي، أنا ممتن لده، بس أنا وبوزر في شوية حاجات لازم نعملها. الأخبار بتنتشر. الخطبة بتاعتك أثرت في الناس أكتر من اللي توقعته. قلت لك مش هتعمل ده لوحدك. ده تقلقش، مش بيعملوا كده عشانك، علشانه هو. ماشي اسمعوني، الخطة بسيطة. أنا وبوزر هنتجه للبوابة الشمالية وهنفجرها، وده هيجذب انتباه كل اللي عند البوابة الجنوبية. كل اللي عليكو تمشوا ورا ريكي. اتفقنا؟ مستعدين؟ وانتوا الاثنين مستعدين؟ بصي هبلغك لما نوصل للجسر، ما تدخليش قبل كده. ماشي. تمام؟ يلا بينا. يلا بينا. Hey,
يلا روح جيب مراتك. فين راهو بوزر؟ مات كده مات. مش ممكن يا بوزر، مش ممكن. هقتلكم كلكم لغاية آخر واحد فيكم. ده مقفول، روح للكهف اللي فوق بسرعة. تحرك، يلا ابدأ بتجهيز المتفجرات. أنا بأمرك إنك تتحرك، روح دلوقتي. تتحرك يلا يلا يلا. اسكيزو، انت حقير يا اسكيزو. أنا جاي يا اسكيزو. لازم نعمل ده بالطريقة الصعبة. أعلى قمة في الجزيرة، لازم أوصل لأعلى قمة. لازم ألاقي طريقة علشان أعديهم. تعال أخوك، هو مستني. اقتلوه. قذيفة لهب، مستحيل مستحيل. أنت هتتحرق دلوقتي. خليه يولع.
لما تستخبى ها؟ مش قادر أعمل كده. الناس اكيد هو فوق البرج. لازم اخرجهم لازم اخرجهم. الناس ترونت لازم اعدي العيال دول. يلا هبوط ما جاتش ها انا فعلاً. يلا ارميها اقتله خلي بالك ده أكتر منك لازم تقف شوي هو ما اتحركش اتحرك I
مسكتك دلوقتي. هولع فيك يا حقير. عاوز شوية من ده. الحق كله راحت في الضربة. يلا بسرعة أكتر. أنت اتجننتي؟ هو أنت عاوزة تموتينا؟ إيه الأرض؟ جننتي؟ أنت سامع ده؟ يلا أسرع. خلصنا، لازم نمشي. طيب حطيت كم واحدة؟ كفاية. يلا نرجع للعقيد. يلا النقيب ساركوزي التقرير. إحنا عملت متفكرات قد ايه يا فندم؟ احنا ما كانش عندنا الوقت ال ايه؟ مش معقول. قد ايه؟ ثلاثة يا فندم. اهي واحده. تمام هروح اجيب ريموت التفكير من ويفر. خربهم راقب مدخل الكهف. يا الله بقى يا حقيرة. أنا عارف إنه هنا. أي حاسب فهمت. بس كده. آسف مش هتفجر مكان النهاردة. مش النهاردة. بسرعة يا ملازمة، فين الزبط جهاز التفجير؟ اخرس خالص، مش هتورطني هنا. ويفر يلا، احنا لازم ننفذ الأوامر ايا كانت هي ايه. فين الهباب ده؟ ويفر فين ريموت التفجير ده؟ اديهولي. سكيزو احسن لك تخليه يمشي. ما تخلينيش اقتلك. ايوه يا حقير. يو استنى استنى. ويفر اخرج من هنا حالا. يلا يلا رجالتي جايين من البوابة الشمالية. يلا ايه انت واخده حقير جدا. انت عارف كده؟ سمعت اللي انت عملته ليك. سمعت اللي انت عملته. قتلت كل الممزقين. ايوه جرأتهم زي ما يكونوا فن حقيرة. انت عملت معروف للعالم، لكن اراهنك ان ايرون مايك ما شافوش كمعروف. مش كده؟ مش عاوز ليك فهمني، بس هو ما سابليش فرصة. حاولت خليه يقتنع بس هو ما اقتنعش. هو ما سبقنيش. انت اكيد عاوز تقتلني صح؟ فضلت ورايا كل الطريق لحد هنا. عندنا راجل انت رجعت هنا عشانها ها؟ مش كده برضو؟
صحيح، انت جيت عشان مرادك الحقيقيه. عندي لك اخبار مش كويسه يا ديكن سين جون. بعد ما كوري ساعدك تهرب، العقيد ما كانش مبسوط من ده خالص خالص يا فندم. ده كسرها زي البيضه، كسرها زي البيضه. خلص ده دلوقتي. خلص ده. حقير يا ندل، هقتلك بإيدي دول، انت فاهم؟ يا حقير يا ندل، هقتلك بإيدي دول، انت فاهم؟ كنت اقدر فيها اني اسحبك لجوه الانهاض، لا وكمان اسيبك للمسوخ. لكن لحظه لحظه لحظه، انا مش هعمل ده. عايز تعرف ليه؟ لانهم هيقطعوك بكل وحشيه، لكن عارف مش هينبسطوا بده. افتكينا منه. اخرسوا كلكم، انا عارف ايه اللي بيحصل برا. اللي بيحصل خارج الملاز، لكن ده برا احنا في امان. هنا مفيش حاجة هتحصل لنا. العقيد هو سامعني، المكان ده متحافظ عليه.
هيفضل آمن. دي أرض مقدسة، إحنا في أمان في المكان ده. إحنا في أمان في المكان ده. معرفش إمتى أو ليه، لكن أنا شفت حاجة من شهر تقريباً. حسيت بحاجة، حاجة أنا ما حسيتش بيها من زمان، وعارف إن كتير منكم يمكن حس بنفس الحاجة، وأنا أظن لو بس نقدر. ديكن، هاخد سلاحك الاحتياطي. اقعد. سيبهم يمشوا يا سيادة العقيد، الموضوع انتهى وانتهى امر المسلحين. عاوز كوباية شاي؟ اكيد عاوز. سارة، ممكن كوباية شاي للرحال؟ كان الملاذ أملنا الوحيد، أنت أكيد مدرك ده. لما تم تطهير العالم كان هو الشيء الوحيد اللي كان هيسمح لنا بإعادة البناء. كان كل شيء محمي، وكمان تم إنقاذه. ما لقيناش حد متأثر يعزف على البيانو، مش كده؟ لكن ده مش مهم دلوقتي. لما ده يختفي مش هيتبقى حد يسمع موسيقى. انت دمرتنا، دمرت كل شيء اشتغلنا عشانه. لا يا سيادة العقيد، انت اللي عملت كده. لما ابتديت الحرب المقدسة دي انت عارف اديتهم الاختيار بينك انت وما بين المسوخ، فهقف في صفهم، لانهم لما بيقتلوا عشان يسدوا جوعهم مش اكتر، ما بيقتلوش ستات من غير سلاح. لا، مات العقيد، مات كل. ارجع. طيب يلا نمشي. تعمل خيمة على جاية هناك؟ هاي، في مدخل كهف هناك، هتلاقوا مؤن وإسعافات، هات رجالة وروح. انت يلا ريكي. هادي، ممكن أساعد؟ أنا دكتورة. كده خلصت. كل اللي مات أو اتصاب بسبب الانفجار في الغالب استسلم. هو فين بوزر؟ ريكي، أنا محتاجة مساعدة هنا. ريكي! أيوة، أنا إزاي أقدر أساعدك؟ أهلاً، أتمنى تكون شلت لي شوية. بوزر حي مازال؟ حي بوزر؟ كيف حي؟ آسف إني تأخرت. لا، أيوة. لا لا لا، نطيت. لا، قبل اصطدامي بالجسر. شفت أيوة، عربية الشحن. لا، حسيت بهزة الانفجار حتى من تحت المية، كانت متعة. إيه؟ أكيد مش هفجر نفسي، مش كده؟
ومين اللي هيبقى موجود عشان يقرفك؟ أكيد أنا. أختي الصغيرة. دي قصة طويلة. طيب، سمعت إن حد بيدور عليك. إيه؟ تقريباً ما قدرش يكتب. أيوة، ما تسمعيلوش، دي كانت فكرته. وبعدين ريكي، أدي، مين اللي هيخرجني برا المكان القذر ده؟ شكل النهاية. كلها ملكك. سمعت انك هتفضل هنا علشان تعيد البنى. مش كل افكار العقيد كانت سيئة، المجنونة منها بس. انت تاني شخص يقول الخبر ده. مين غيري؟ كوري؟ عارف ده حقير. هي. سابنا هنا نعفن. لا، كان زماننا ميتين. ما يهمش، واكيد هنمر بده تاني من غير سخافات نجوم. هاي، انت كده هتفوتك خطبتي. لا، انا ما كنتش هقول كده. صاحبي، نجحنا. انت نجحت. انت عارف اني لازم اعترف اني للحظة افتكرت انك افجر نفسي. قلتلك ورايا حاجات اعملها. ما ترحمهمش. ايوه، يلا بينا. جاك هيكون فخور. نجحت؟ عملناها. تعالي هنا. شفت الحاجات الحلوة بتحصل لما تتفائل؟ بس كده أكتر من مجرد شعلة نار. صح. أيوة. ما شفتكش بتقول خطب قبل كده. تلاقيش، مش هتكون خطبة. ماشي يا هانم. أعرف، كفاية قوي كده. معناه إيه إن كلهم بقوا ساكتين؟ هما مستنيينك. مش ممكن. دورك. السفلة. عارف إننا لازم نبني حاجات كتير، عشان كده أنا هختصر كلامي. بصوا، أنا مش قائد. ما يهمنيش أنتوا بتقولوا إيه، أنا مش. بس أنتوا عملتوا حاجة كويسة خالص النهاردة. إحنا عملنا حاجة، اتحدنا سوا وحاربنا. ومش عشان أي حقير قال لنا نعمل كده، لكن عشان هو ده الفعل الصح اللي لازم نعمله. وعارفين بقى، نجحنا. شفتكم بتنضلوا عشان تبنوا، بتحاربوا علشان تنقذوا أرواح، عشان تخلوا الناس تعيش في أمان. شفتكم بتضحوا بكل حاجة تملكوها، بكل حاجة فيكم، عشان العالم يبقى أفضل. ولعلمكم، ده اللي مخلينا لسه هنا. ده اللي مخلينا لسه هنا عشان لو ما عندناش أمل لحياة أفضل أو لمستقبل أحسن، يبقى بنحارب ليه؟ تعرفوا أيرون مايك كم مرة قال لي إن إحنا اللي بنشكل العالم بأفعالنا اللي بنعملها. ها؟ إحنا عملنا إيه؟ ها؟ إيه اللي إحنا هنعمله؟ إيه اللي إحنا هنعمله؟ شايفين ده؟ أيوة. هو ده أول خطوة. افتكرتك مش هتقول الخطبة. أيوة، أنا فشلت. إزاي حصل كده؟ تعرف إن ده عادي بالنسبة لسواق مسجل.
السواق مجرم ها؟ طيب جاهزة تركبي يا هانم؟ معرفش على حسب هنروح فين. أي مكان احنا عايزينه. شكلها تمت لك. ايه تمت والله تمت. Broken and scarred. Damn it, Lem. Thought we were finished. خلاص هنا نهاية الحلقة. اللعبة خلاص. شوف لعبة.